اوف يا ماما يا ماما، مش وقته مش وقته، انا وصلت. ايوه انا قدام المحكمه. طب استنيني شويه، خد البت دي يا عم. انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده رجلي؟ اللي رجلك ايه؟ انا مالي، ما انا عايز انزل عندي شغل. اتفضلي لو سمحت وسعي شويه. رجلك ايه؟ مش مقطوعه واحده ركبها بتقول ده ايه القرف ده؟ اوعي رجلك. استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت، زقيني زقيني يا بنت صغيره، زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك، ده انت اختي، ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده، وهيخلي طليق ده يلف حوالين نفسه. ده احسن محامي على مستوى شارعنا، ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي. وقسما عظما انا لا اهو، الاستاذ وصل اهو. صباح الخير يا جماعه، انا اسف اتاخرت، عندي مشغوليات معلش. ايوه ماما. يا ماما عيش ايه وفرني ايه؟ عيب كده يا ماما، انا في المحكمه ما تعطلنيش. حاضر حاضر، مع السلامه مع السلامه. معلش معلش، دي قضية الخلع. ها طبعا ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام، وانت هخلعك وهجيب لك اعدام. مش هخلعك بس يا استاذ. تخلعني ايه؟ ده انا اخوها. اخوها؟ امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه. ها اه طبعا. مش هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ، دي قضية خلع. يلا 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 يا استاذ اتفضل معايا. ده هو حظه نحس، شكله فقري، لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده؟ مين ده؟ قابل فوق يا مدام. مين الراجل ده؟ تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق، انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل الاهبل ده؟ ده يومه اسود، هو واهله. احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب، انا هدخله داخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعديني. عنك يا استاذ. اتفضل. ده لا بالشرطي، ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتولي الاتعاب. طبعا. جهزوها جهزوها. يا سيادة القاضي، إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة. نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم، أقصد البنت الصغيرة المقروضة. البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها، هذا الأب العظيم الأب الحنون اللي كله تواضع. فممكن عنده 100 بدلة يا فندم، لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي، أنا مختلف مع الأم دي كتير، لكن في النهاية يا فندم هي أم. طب أقول إيه؟ ما هي أم أخ، أقول راجل يعني. سيادة القاضي، أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم، هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك إيه؟ أبو البنت دي أنا عارفه، وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل ألاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقها. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر يا فندم. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله اكبر، الله عليك يا استاذ، الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد من يسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه يا ده انت بقى؟ انا تخسرني القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب، احنا عايزين نتفق، البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربه عشان اضربوا يا رجاله. اديله اديله يا حبيبي. مكي اضربه، اديله يا كريم. انا بحذركم حد مكي، اهدي بايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذركم عليه حد مكي. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. تعالى يا اخوانا، يا محمود البط اساله عن حد بتاع الموبايل ولا لا؟ كلها بنيه واحده. انا هخلي رجالتي يقعوا. اضربه يا كريم. Ah!
الشيء بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ناقص رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياة ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصة لطافة. اخلص. على فكرة انا ما بهزرش معاك، وكلمة زيادة انا ممكن ادمرك. دمر مين يا ده تافه انت؟ من صفك لاسفك ايه؟ انت محامي ناجح، ونعرف عنك كل حاجة، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح. ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين. مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك، بس انا وراك خطوه بخطوه زي ظلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض، واتشطفت بصابونه الميه. ايوه ايوه، وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف، توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. امر. العنوان ده تقفل معايا وتروح على طول، وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر، بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجلس عادي. لا، في حد بيتهدد، بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف. عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امرك. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه، يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. امر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. امر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل. حاضر. يا نعمه يوه، هتفتح يا خالد. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ نجوى باديكير؟ حضرتك بتستظرف معايا. حاضر، لو سمحتي مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. اسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست، لو تكرمت. حاضر، واعمل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ ما نشوف اخرت. يا اخوانا فين نجوى باديكير؟ يا نجوى. ما تقول ان انت هنا، ما تقول. اهلا. تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاكي مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين ده سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذة يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي، هقوله مرة واحدة. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ أمال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا أخويا؟ مش مسموح لي أقول معلومات أكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبة، نجوى باديكير بتقول لك إنها بطلت تلطش من سنة 88. 88. عن اذنك. لا براحتك عادي. ده نهار اسود، انا راجل محامي اقعد القعده دي، والبان وشعر ونيله. يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. يا نعم. تصدق ان انت راجل تافه؟ وحياة النعمه راجل تافه. اتجللت؟ لا يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي.
هو انا استغرب يا شاب، انا استغرب. قالت لك ايه؟ بلغتها الرساله، قالت لي قول لبيسه يا كلبه نجوى بديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام؟ لا مش هتروح، اكتب العناوين دي. حاضر، مش هروح، مش هروح، بس انا نفسي اعرف حاجه، انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني، اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ انا اللي جاي اسأل على اللحمة والحتة اللي انت الكوت. سمعني يا ابني من السمع. الله يخليك. نعم. الله يخليك، اعدل لي السماعة احسن من السمعة. اعدل لك السماعة ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد، انا مال انا. معلش يا حبيبي، انا زي امك برضه. طيب قربي شوية. اهو يا ابني ليلة سودة. سمع كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. هو انت كلمه السر ايه؟ اللحمه لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمه. خلي بالك عليها، انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي، انت مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبة جوه ولا ما بغيرش انبوبة لحد، انت اتجننتي. انبوبة ايه ونيلة ايه؟ ايه ودي؟ يا سلام، طب روح هات لي 5 ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شوية مية لو تكرمتي. بتقول حاجة؟ شخص لا، يا ربنا يترشك اكتر وقت. ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه، ايوه شكل، وجبنه الرومي، ايوه موجوده، والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيسها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكل قوي، الله يخليك. جيب ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكل الله يخليك. السلام عليكم. قلتها لي كده، الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا. السلام عليكم. في حاجة يا فندم؟ اصل انا كنت عايز شراب، فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش اكتر، وبعدين عادي بني ادم يعني ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك. افندم شبك، في حاجة حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي اكس لارج. حضرتك بتبصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا. ما انا بقول كده، انا محتاج كرسي ولا انا هلبس الشراب بشبك؟ فارجوك انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيهولك. لا ما تحرجنيش اكتر من كده. يا عمي حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية. حاضر، سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر، هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر، قلت حاضر، ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني في ده، انا كنت هشرب من ده. ايوه يا اخويا. حاضر 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 حاضر، ده انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيض. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض، لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك. والله اقف. ايوه سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعة، عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه تطلعي انت الرقم؟ أهلا أهلا. ليه يا امه؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش.
ما تستفزنيش. ايه الفشة دي؟ ما فيش دعوة. ليه عملت فيها المرمطة دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمة ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرتي صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبه لي احد، انا بستعمله مراية بس في بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك يما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي، نفسي اسمع بس حاجة واحدة، انت عملتي فيه كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا اللي انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف، سامحيني سامحيني يا أمي، خلصيني من الحلقة دي. الله يخليك الله يخليك، خلصيني من الحلقة دي. انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ الو انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ انت فاكر اني خايف؟ انت اهبل ولا ايه؟ عمري ما قبلني واحد زيك انت، منه اقلق طز فيك، انا لو اتخلق هفوت فيك. انت مين؟ انت عايز مني ايه يا عم؟ انت مين؟ يا ميدو قلت لك ابعد عن الباب ده دلوقتي، ابعد عنه. انا مش عارف الراجل ده جاب لي السشوار ده منين داهيه يا ابني. قلت لك تعالى نحيادي. نجم ماجد المصري وصل. هلو يا صبري. هلو يا نجم. غدا عبد الرازق جت؟ المدام بقى لها 8 ساعات هنا استاذ وجاهزه. خليها تستنى، انا لسه عندي مجموعه 50 ضغط عشان عندي مشهد صعب قوي يا صبري. ايه علاقه الضغط بالتمثيل يا استاذ؟ ازاي يا صبري، انت تافه ولا ايه؟ انا كماجد المصري معود جمهوري ان امثل بكل عضله في جسمي وكل شعرايه في دماغي. طبعا الموهبه دي بتاعت ربنا، بس النجم يا صبري لازم يبقى عنده ادواته. ايوه ايه ادوات النجم يعني يا استاذ؟ يعني مثلا السشوار بتاعه، سان اويل بتاعه، كرنيش جيم. بعدين بتكلم معاك ليه؟ انت تافه وانا نجم. انا نجم يا ابني، شوف شغلك. اتفضل يا استاذ. السشوار جاهز؟ جاهز يا استاذ. شغلوه. السشوار مينو مينو ايه حاجه؟
شعرك يا استاذ. ده شعروني شعري. مساء الخير يا شباب. مساء النور يا فنان. يوم جميل ان شاء الله. غدا عبد الرازق جت ده حبيبتي، مش واخد بالي، معلش كنت مدياني ظهرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه تاخرت ليه؟ تاخرت، حصلت لي كارثه. ايه اللي حصل؟ مصيبه، السشوار بتاعي فرقع في البيت. سشوار بس؟ اه والله فرقع. انت عارفه بقى ده مارك هجيبه منين؟ اضطريت اجيب واحد محمول صغير امشي بيه الحال لحد. انت عارفه شعري بالنسبه لي ايه؟ معلش حبيبتي. يلا استاد بقى يا جماعه. حاضر يا بيه. حاضر، ثانيه واحده بيه. غدا شوفي شعرك تحفه. تحفه. يا كل الوطن العربي بيتكلم على شعرك. الحمد لله الحمد لله. انت عارفه ده بدعوات الناس المعجبين. بمشي في الشارع دود ده الناس بتقول لي يا ماجد يا ماجد، ربنا يعلي سعرك ويطرح البركه في فروه شعرك. شوف يا كيت خش كلاك. حاضر يا فندم. يلا تعالى يلا اتفضلوا. يلا يا استاذ ماجد، استاذ ماجد ركز لو سمحت. حاضر يا استاذ باي. يلا يا استاذ ماجد. حاضر يا بيه. حاضر، ما هو شعري انا بظبطه مش عشان اروح بيه، عشان امثل في المسلسل بتاع حضرتك. لو سمحت اديني وقت. يلا يا فندم يلا خش كلاك اتفضل قول. يلا ستاند باي. يا استاذ يا استاذ اثبت يا استاذ. حاضر. يا استاذ اثبت. حاضر يا استاذ ماجد. ما انا بظبط شعري للشغل يا استاذ. استاذ ماجد ستاند باي. جاهزين. خش كلاك اتفضل قول. يا استاذ ماجد لو سمحت. ايوه يا بيه ايوه بيه، ما انا لازم اظبط شعري. حضرتك مش متخيل الموضوع بالنسبه لي عامل ازاي. انا نازل في المسلسل ده بشعري من الاخر، مع احترامي للمؤلف والدور سوري يعني، وقايل لكل اصحابي على الفيسبوك بصوا على شعري، فاديني اديني وقتي لو تكرمت. خش كلاك يلا تيرن اوفر قول. 3-1-1 يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد لا يا بيه مش معقول، ربنا حلاوه يا بيه، يعني اخش فيه منكوش الدين؟ وبعدين سوري شوفونا لمامتك فين. انا في عقد، شرط في العقد بيديني الحريه المطلقه للتعامل مع شعري. انا اسف يعني احرجتوني جدا. خش كلاك اهو. سوري يا غاده وطروني، انا اسف. يلا اتفضل يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد يا بيه. حاضر، ما انا بجهز. حاضر يا بيه. لا لا طب ما عماله تلعب في شعرها ما حدش كلمها. استغفر الله العظيم. استنى يا استاذ دقيقه واحده. غاده الورق. انا جاهز يا فندم. يلا اتفضل خش كلاك دور. يا استاذ ماجد. يا استاذ كتير كده اتفضلي دور. 3-1-1 ايه اول مره؟ يلا اكشن اكشن اتفضلي. اوريك المفاجاه اللي احنا اتفقنا عليها. تعالي اوريك المفاجاه الفظيعه اللي بره. تقدري تتخيلي كام لمبه في المكان؟ حوالي 37,000 في جنيه وربع. تقدري تعرفي انا بحبك قد ايه؟ كل ده عشاني؟ طبعا كله عشانك، الشمع واللمض وصاحب الشمع واللمض. انا تكفيني لمبتين وخلاص. مبسوطه؟ قوي. الجزمه دي مضايقاني قوي. ده عاج اصلي خلي بالك، مش ودي فيها بوش هتتظبط. ايوه كده الواحد يفرفش في بلته. فاكرة أول أغنية سمعناها مع بعض؟ كانت تقريباً يا طالع النخلة هات لي معاك بلحة. أكيد مش هي دي؟ سوري سوري، كانت موال سجان الغرام لعبده الإسكندراني. أنت ما تنساش حاجة أبداً؟ ما أقدرش أنسى، ما أقدرش. حطي إيدك على سرتي. أيوه على السر، انزلي تحت. على السر بالظبط. أيوه اضغطي. اضغطي يا بت. اضغطي. رايك؟ وديك عرفت كلمة السر، عايزة فاير ووركس وسرتي على طول، تلاقي كل حاجة تحت أمرك. كل ده عشاني؟ مبسوطة؟ أوي أوي. أنا رجعت لك ليه؟ عشان أنا بحب الست اللي خشبها عريض. الله يحميكي، مش عارفة أوصفك بإيه؟ طاووس، فرس، أنتِ جمل. أنتِ يا حبيبتي جمل. وعشان كده عايزك تجري رهوان ورايا على كوبري الجامع، ما تتعبنيش. ايه ريحه الشياطي؟ ايه ده القرف ده؟ آه!
ايه ده انت بتولعي يا غاده؟ غاده بتولع يا جماعه الحق. انا حاجه شعر محدش يجيب لها براحه شعر بس شعري. خلاص سايبني وماسك شعرك؟ خلاص الحمد لله. كان لازم كل الشمع ده كنت هتولع فينا. معلش معلش انا اسف بس لازم احافظ على شعري. صدقني كنت ناوي اطلع السشوار بتاعي توفيكي بس البطاريه ضعيفه والله. سشوار؟ ايه ده انت هتعملي ايه؟ لا سشوار؟ لا غاده مفيش هزار الا سشوار. الا سشوار يا غاده الا سشوار. الا سشوار حرام عليكي كسرتيه. يا جماعه انا ماجد المصري، انا بسجلها على الهواء قدام جمهوري ان انا اعتزلت التمثيل، اني ما اقدرش اكمل مسيرتي الفنيه من غير السشوار بتاعك. اسف. مشاهدينا سمعنا في كل الاوساط الفنيه ان الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن، واكيد خبر زي ده ما كانش ينفع ان احنا نعديه من غير ما نيجي نتاكد منه مخصوص. دلوقتي احنا قدام كرفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقه الخبر. استاذ ماجد. سوري ايه يا توني بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي؟ استاذ ماجد لحظه من فضلك. توني فين الكريمات بتاعت شعري؟ أنا شعري بينهار يا توني، أنت فاهم يعني إيه شعري بينهار؟ أستاذ ماجد محتاجين حضرتك في كلمتين وأنا بقى في تليفون أهم من الدنيا كلها. أنت بقول لك ماليش دعوة مراتك بتموت، أنا شعري أهم من الدنيا كلها، بكرة أكون عندي بالكريمات. باي باي. مساء الخير. مساء الخير أستاذ ماجد. إحنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه إن أنت بتفكر في الاعتزال أو فعلا اعتزلت الفن، الخبر ده حقيقي؟ هو فعلا انا قلت كده بس ده كان لحظه انفعاليه لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات وبيدي اوردرات غلط للراجل بتاع السشوار. شعري كان هيتحرق فكان لازم اقول انا هعتزل، بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان ملوش غير الفن. يعني انا بطمن جمهوري انا راجع، واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه انا مش هعتزل وشعري مش هيجرى له حاجه. طب يعني هل الاعتزال ليه علاقه بشعرك بالسشوار؟ انا يعني لا لا قلت كلام كتير انا مش قادره افهم. هو كان في سوء تفاهم زي ما بقول لحضرتك انه انا يعني احب ما اشتغل مع مخرج يهتم بشعري يمكن اكتر مني، لعلم حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين مش اجر واحد، باخد اجر ليا واجر لشعري فلازم ده يتقدر. والاجر ده متساوي ولا شعرك بياخد اكتر؟ لا شعري بياخد اكتر انا يعني، وده شيء يسعدني. ما هو شعري حد غريب؟ ما هو شعري فعادي يعني، ما كله جاي لي انا فاهماني. يعني هم لو دفعوا فلوس لشعري هيروح يدوه لاحمد السقا؟ هيدوني انا صح؟ مش ده شعري فالحمد لله. هل شعرك ده بيبقى سبب في غيره ما بينك وما بين الفنانين التانيين؟ لا هو كان انور وجدي بس، ولكن انور وجدي ما كانش بالطول ده يعني، الاستاذ انور وجدي ما كانش بالطول ده، وكان في سمعت من بعض الاصدقاء ان كان في بعض كلام وانه مش مستريح لشعري، بس طبعا ده استاذنا ما اقدرش اتكلم عليه ولا ارد عليه. طب حضرتك مثلا استخدمت كيراتين ولا ده شعرك الطبيعي يعني بتستخدم؟ لا انا ممكن يعني هقول لك على حاجه ما قلتهاش لبنت ابدا. اسمح لك تمسكي شعري؟ امسكه؟ امسكي لو سمحتي. ده كرياتين؟ اه ده كرياتين؟ لا قولي للناس ده كرياتين اللي عند ماجد المصري؟ لا مش كرياتين خالص. لا لا ده كله طبيعي. طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع هل هترفض الدور عشان شعرك؟ والله لو الفلوس كتير ارفض طبعا، تنزف شعري. يعني لو عرضوا مبلغ يظبطني سنتين ثلاثه احلقه دلوقتي. قد ايه المبلغ ده؟ 15000 جنيه احلق شعري دلوقتي. 15000 جنيه بحاله؟ والله 15 ونتفاوض كمان. الحياه صعبه قوي يعني، الحياه صعبه قوي. ولذلك انا بطمن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلت هعتزل، انا مش هعتزل. اعتزل لمين؟ اسيب التمثيل لمين؟ اسيب الدخله على الكاميرا والهله دي على مين؟ اسيب الجست لما بقف قدام اي حد ده على مين؟ في ممثل بيقف بالجست دوت والافيش دوت؟ مستحيل. اسيب الكرفان ده لمين؟ والله العظيم لا تفليني. لا لا بس انا ثانيه واحده. فليني لو سمحتي عشان تثبتي للناس كلها. فلي فلي او اي حته في دماغي. يا استاذ ماجد بس ثانيه واحده. امال ايه مش جاي تشطري عليا وتقولي لي حشرات؟ استاذ ماجد حقيقة كنت اطول من كده بكتير. امتى؟ اذا انا شفتك قبل كده، ايه اللي حصل؟ دي حقيقه، ما انت جايه وعندي ازمه، الراجل ما جابش الكريمات. هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما كنت. انا بطمن الجمهور. السيرم بيعمل كده؟ السيرم هو طبعا، ما انا كل احاسيسي ونموي جاي من فرحتي بشعري. لو متظبط وفي سيرم انا بنمو، لو مطفي يعني ممكن بعد بكره لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه. لا بس استاذ ماجد انا مش عايزه اضايقك بس انا ما بستخدمش سيرم. فعلا؟ لا خلاص انا جايلي. انا يعني بشكرك وبشكر اهتمامك والقناه بتاعتك ان انتوا اهتميتوا بخبر اعتزالي، بس بعدها وبكررها انا مش هعتزل ولا هتنازل على اي دور بيعرض عليا بشعر اقرع بنص دماغي. وصلي للناس اللي نفسها ان انا اعتزل الرساله دي. احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد ويعني ربنا يخلي لك شعر. ميرسي جدا، ميرسي على ذوقك، فرصه سعيده وكل سنه وانتم طيبين. كنت عايز اسالك سؤال بس. اتفضل. ما يجيش اي كريم عبال السيرم ما يجي بتاعي؟ شنطتك دوري كده؟ لا انا طبيعي. ميرسي على ذوقك. باي 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 الجمهور. ممكن عشان خصوصيتي. اتفضل حضرتك.
ماما المواعيد دي؟ وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا؟ مش فاهم انا. وترميات وناس قاعده على القهاوي، بس جو حلو، جو ظريف. الله الله الله، عيني على اللبان واللي من اللبان. اهلا. ايه ده؟ في كده هنا؟ يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتي. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي. وديها يا رورو الحمام عشان نشوف الحاجات، اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيلة رخيصة مني عشان اقولك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. هوب ايدي يا هاني. ولا انت حكومي انا؟ حكومي ايه؟ ما انا مالي، ما انا لابس ملكي. حكومي ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمة، لو طلعت حكومة ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر، من غير لا لف ولا دوران، عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، انا بقلب النسوان. اوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركه؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقولك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها. جو اهيد، ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه، انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي، حياتنا الخاصه؟ لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسرنيش الصوره اللي انا عجبتني فيكي. انا حبيتك ان انت مش شريفه ومش يا شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه وبتاع ايه. خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي وتفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انت عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقولي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب. بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني. ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب؟ تقولي لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا ده كل الديون هتتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا. انت غني؟ غني غنى انا معرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز السوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت، يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل وتديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروته يا كناني. كفايه كناني كفايه كناني كفايه، كتير كده كتير، هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه؟ مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه، دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر، عيب. اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازتي الندامه. جوازتي الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له اليوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى ماما كده كتير ما تزعلنيش.
اتفضلي حضرتك. اتفضلي 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 اتفضلي. ايه تقاطع يا رب؟ الازاز بيكسر يا مريض. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. في ازازات شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي. انت اللي موترانه ومعصبانه، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه؟ اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي. ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل، نسيت مفاتيح العربيه. نبي ما اطلعي بسرعه جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. صدق ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعتنا بتوعي. بتوعي يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. جايبك كرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكن قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبه. مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا كبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمت، احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هاني اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوه عزيزه يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس، منورنا. اشكرك. منورانا يا عبله. الله يخليك منورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديلي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفاد دلوقتي لان كرامك اخر كرم يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. دي الف نهار ابيض، دي الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. ماشي يا دي عم عيل. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصب، كلك كرم. بقول لك ايه يا حصب الله، تسيبني حته انا والعيال، انا عارفاك تقص. جرايه وليا العلبه دي واقف في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حصب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسك. يا بنتي تعالي اوعى كده. عايز اسيب حته يا صاصي. ايه يا جماعه صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا ملك يا حاجه مسروع عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي الله يخليك. الله منوره منوره ماما ما تقلقيش. ده الطقس هنا ده اسلوب العقاب عندهم. وهو بصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا. الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف اني اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم تحت امركم، انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الى يا حاجه الحاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده اختي مامتي. مامتي تتحرق. جدتي. احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا لا. مبروك يا روح. مبروك يا حبيبي. مبروك. الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عاجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها بس بالراحه.
تكسري بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. ايه حاجه وحياتك الدنيا خاتم ما تخافيش يا ماما. الف مبروك يا روحي، الف مبروك. ها وبعدين كمل على ايه؟ انا تحت امرك يعني، انا اللي هاخد المهر. حاضر يعني، شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروحي البنك على طول. لا والشيك ليه؟ هات معلش 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 يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها فلوسي. ايه ما انت كنت هتدفعيها يا ماما، تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما، يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي، طيب فرمتي كوعي. يا رب وربنا خنوق زي ما خنقوا الراجل، ما تزهقنيش بقى. انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي يا ماما، ارجوكي. يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العين. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما صلي على النبي، صلي على النبي. خلاص يا ماما، خلاص خلاص ماما. انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه جثه. لا حول ولا قوه الا بالله، ان الله وان الله يرجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت، هنعمل ايه؟ ما ترعبنيش بقى. جثه ده لبس. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. العيله دي وحشه، ما تخافيش. لا لا، دي ناس، دي ناس اطهر ناس. بس احنا هو في حاجه مش فاهمينها؟ ايه ده؟ عفريت عفريت. ايه يا ماما؟ ده تلاقي ابن اخت العروسه. انت عارفه الاطفال في الافراح بقى قلبي هيقف يا ماما، قلبي هيقف. بس قولي قلبي هيقف بتنادي. انت ماشيه ورا ميت، ايه الصوت البلدي ده يا ماما؟ طب تاخدي شويه، ده احسن. ده لامسني، تعالى حبيبي، ده لامسني. بس تعالى قول، انا مش عارفه ايه يا حبيبي. الله ما شاء الله، شكلهم خايفين على عيالهم. تتحس مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي، اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا؟ في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني، الخشب، العفش، كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى، كملي رعشتك. انا خايف. حي رورو وسوسكا، دول الاخطر دول الازكى. رورو وسوسكا، رورو وسوسكا، دول الاخطر دول الازكى. رورو وسوسكا. ايوه ايوه الاتنين داهية، مكر وشر خبثة متناهية. ايوه ايوه الاتنين داهية داهية، مكر وشر خبثة متناهية. سمسرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة. رورو سوسكا، بس سمسرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة. رورو سوسكا. كلها حلال ان شاء الله بيعتر مش شغال. انا عن نفسي باكلها حلال ان شاء الله بيعتر مش شغال، او حتى هسرح بفرس.
حلوة منين خلصتي على مين يا بعيدة لكن الجميل بالصلاة على الزين متجمعين في التأبيدة لكن الجميل بالصلاة على الزين متجمعين في التأبيدة يا سوسة عيلتك متماسكة يا سوسة عيلتك متماسكة رورو وسوسكا دول الأخطر دول الأذكى رورو سوسكا رورو سوسكا دول الأخطر دول الأذكى رورو سوسكا أيوه أيوه الاتنين دهية مكر وشر خبثة متناهية أيوه أيوه الاتنين دهية دهية شر خبزة متناهية بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة رورو سوسكا بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة رورو سوسكا انت يا زفت وحياه امك وحياه امك بلوى خليك بيدي اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه يا اخي انت ايه انت بلوى انت ما بتحسش طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ كل الحاجات دي باظت انت ايه يا اخي معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص وديني وما اعبد لو انت اشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع انت فاهم لا من ناحيه دي اطمن اطمن عليه لان مفيش ولا جهاز باقي علشان ابوظه كله باظ بصراحه كله باظ يخرب بيت شيطانك اعمل لك ايه الكاسيت باظ والسخان باظ والمروحه باظت امال ايه تاني ايه تاني بوظته الوكمان 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 عملت فيه ايه الوكمان صراحه ما عرفتش اكسره فرميته في الزباله رميته في الزباله اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه انت عايز تموتني انت عايز تموتني وتجيب اجلي ارى عنك يا بابا بعد الشر حبيبي يا ابني طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصة نص جنيه في عينك مصاصة تالا تالا انت لازم تترمى في الشارع عارف ليه عشان تعرف قيمة البيت عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس انت فاهم لا والنبي يا بابا حتى ده انا عندي 8 سنين يعني خليني اقعد سنة كمان انت عايزني استحملك سنة كمان انت هبل ولا مجنون عشان السنة الجاية اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت هو حلقان البيبان اغلى مني اه طبعا لانها خشب زان انت فاكرها ايه خشب مسكي بقول لك ايه اطلع بره اطلع بره طب اصلح لك الغساله واقعد بقول لك ايه يا عبد العزيز انا عايز اقول لك حاجه يا ابني العلاقه اللي بينا انتهت ما عادش في عيشه بينا لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل 8 سنين متواصل ايوه 8 سنين متواصل وانا ابنك ولا بشتغل عندك بعدين ده انت نسيتني بدري بدري يا ابني اسمعني يا ابني انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين اعمل فيك ايه بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه بقول لك ايه اتفضل اطلع بره وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز انت فاهم يلا الشارع عبد العزيز طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه اوت 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 جبتها منين دي يا بابا انا بقول لك اوت اوت ده انت بتشتغل كونسري عموما نو بروبلم نو بروبلم امشي يلا اطلع بره بابا نعم نعم يا حبيبي نص جنيه بتوع المصاصة امشي يا ابني اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا انا عايز اشتري مصاصة انا حاسس وهي ساعتين ثلاثة كده وهيعطف عليا مش معقولة يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمة طرية زي Thank you.
كده تمام تمام تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست أيوة نجوان ايوه ست نجوان. في الاكل قلتي لي هتعملوه. حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليكي ست نجوان. ست أيوة نجوان ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل للترش عشان بحبه معاك. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان ست نجوان ست نجوان. نبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن ده. الله يخليك ست نجوان ست نجوان ست نجوان. والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابلة سلوى ابلة سلوى ابلة سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلت لي هتعملها لي؟ 5 دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابلة سلوى ابلة سلوى ابلة سلوى. ايوه سلوة. عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. شكرا قوي. ابلة سلوى ابلة سلوى يهو. ابلة سلوى في ايه؟ والنبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخويا. شكرا قوي. حاضر. ابلة سلوى ابلة سلوى في ايه؟ ما انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاها ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم بيرم يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني. بتعمل ايه؟ بتكوين القميص بتاعي ولا نسيت؟ عم بيرم بتكوين القميص ونازل اهو. ربنا يخليك. شكرا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط فودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط فودره. حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم. أيوة عم النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا عم بيرم. شكرا عم بيرم عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر. شكرا حاضر. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه ملوش حجه. لا مواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب. القميص وصل. متشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك. متشكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم يا عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15 قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعه. الصيني 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 يا رب. ولا ماركه تانيه تتباع الا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا جوده مش فاهم؟ مش كذا مره بتيجي تلاقيني اعمل الطقوس الصيني عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعه الصيني 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 الصيني. كل الماركات تقف الا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. صيني صيني صيني. ايه اللي جرى النهارده؟ ايه اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بثلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش. احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا متحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف ياض يا جوده انا اتولدت في الشارع ده. اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا وعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح ايه؟ ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين. اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش ياه. بصراحه بصراحه اذبح ايه؟ بتحن بتحن للزفت. بقول لك ايه، انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا. بس مش مشكله، احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعة ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعة. السين سين 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 سين. يا فاشل يا عرب الكهربائية. تفتكر الشتيمة دي مين يا واد؟ ومين هو عرة الكهربائية؟ لا مش احنا مش احنا، ده محل من المحلات أكيد بوظ لها الجهاز. ما أنت عارفهم نصابين. أيوه وفشلة ومتأخرين. بس احنا مالناش دعوة، احنا بتوع ايه؟ سين 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 سين. يا رب خلي. يا نصاب يا فاشل واديني ما انا سايباك. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان غلطانه. انا لا فاشل ولا صايع. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل و60 فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تكونوا الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟
هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه؟ الشاكوسي بتاعي. ايه ده؟ دي انا فاكرها غلطت اول مره. الشاكوسي بتاعك حضرتك مسموش شاكوسي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت مقاوحه. اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله يا ست يا ست. وبعدين مش لازم شاكوسي، يعني عايزه انعاره ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه، فلوس واديني محاسيبك. يا لهوي انت صوتيني ليه؟ يا خرابي في ايه يا ولاد؟ يا نصاب، هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوسي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزه تستحمى فيها، هي بتحب تقول اسمه وغلط. اجربها لك؟ اجربها لك. بصي يا مدام، بصي يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع، حنفية السخن هنوزيها مع التانية عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ للشاكوسي. شفت؟ شفت هي؟ الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل، عامل قلق ليه انت والتعويذه اللي معاك؟ هو كل يوم خناقه ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه؟ يا ساده ظريف، وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع الثلاجه اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالميل. يلا عايز ايه؟ وانت يا حلوه، انا مش قلت لك تعالي لي من الاول؟ رايح العب عزيزي الفاشل؟ لا يسرق الزبون. يا نهار اسود، لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. بقول لك ايه، احنا نروح بقى على الاسم والظابط نشهدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي، وبقى انا بتعامل معاها. اوعى ايدك، مش حضرتك تتعاملنا مع بعض وبالاماره. بوصي لك حاجه مهمه في عندكم، اسمها ايه؟ الشاكوسي. سمعت؟ انا بوصي لك الشاكوسي. اه والله انا مش رايح اسم، لان في حاجه مهمه قوي. انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه، افرض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي، بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمنني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي، حرام عليك. انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم، واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم؟ مش رايح الاسم؟ طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش، وجيرانك هم واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ اتحرش. انا اتحرشت بيها؟ خلاص طالما اتحرشت التحرش دي قضيه، اتحرش بقى بيها. ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد، انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم، واللي عندكم تعملوه. يلا انا عارف انا مين، والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي. ها لحد ما اجي لك، اتفضلي على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي، انا بوظت لك حاجه؟ الشاكوسي. الشاكوسي. يابا رامي. يا يابا يا يابا، احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ طيب انا ست مختلفة يا فندم، في حاجة اسمها أصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست أنا اكتشفت إن هي اللي عندها حمام ولا بيت أصلا، ومهووسة مهووسة بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على أي حاجة وهو ما بيشهدش في الحقيقة أبدا. أنا مظلوم حضرتك، مفيش أصلا قضية. وبعدين الجو دوت، أنا لا صيني ولا حاجة، أنا راجل عادي، بس أنا بشتغل في المنتجات الصيني مش أكتر يا فندم. ده عبد العزيز أشهر واحد في البلد يبوظ الأجهزة. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي بصلح. اتفضل يا عبد العزيز. اتفضل. ايه هو ده؟ اوعي هتشوفي دلوقتي ايه هو ده. ده ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدوله، واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز، ايوه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا، وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطب. شوف ايه بيبوظ يا فندم؟ انا عمري ما بوظت حاجه. يا عبد العزيز هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد، ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ، بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوسي. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظه يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا اسطى وبعرف اصلح عشان سمعتي. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر. عينيا الاثنين. يلا بوظه يا سافي. يلا. يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظوا يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز يا جماعه. يا جماعه اهدوا
يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. حاضر يا عبد العزيز هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم صلحوا يا عبقري يلا يا نبيل صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم جهاز باظ خد مني مجهود رهيب 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 الحمد لله الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك يعني انا بشكر ربنا عليها بس ونما يعني تاخدنيش في بالك ان انا مبوظتي بس الحمد لله ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عني ده. عينيا يا عبد العزيز ربنا يخليك وتؤمر. انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق مني الزباين مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده الراجل ده علي. يلا بره انت من هنا يلا يلا يا حبيبي يا باشا انا كمان بعرف ابوظ يلا يا بابا يلا يا فندم يلا يلا غرفه دايه امرني يا عبد العزيز ده مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه تاني معلش انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست عنك مجنونه عاوز مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون شاكوزي الشاكوزي هي هبله في النهايه. أيوة. كل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوزي فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قول لي القعده بصها انا هصبرك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوزي. شوف الشاكوزي احجزوا الست دي هنا لو سمحت يلا قول لها ان انتوا عندكم جوه عندهم شاكوزي جوه تنبسطي هتبقي جد؟ في شاكوزي هنا يلا. عندنا يلا حضرتك اتفضلي احجزوها عندنا يلا احجزوا الزغراتي الشاكوز يلا مع السلامه يا عبد العزيز. الله يخليك عادي سلامه يا عبد العزيز. شكرا الله يخليك سلامه. الحملة الفرنسية على مصر هي حملة عسكرية قام بها نابليون بونابرت على مصر والشرق بهدف قطع الطريق ما بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند. يقول الكاتب عباس محمود العقاد: لا يكفي أن تكون في النور لكي ترى، بل ينبغي أن يكون ما تراه في النور. تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي وعاصمته كامبيرا. بس يا ابني بقى هبكي والله هبكي
وجسمي اشعر. بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف، ربنا يحميك. ايه كم السقافة والمعلومات دي يا ابني، ما شاء الله. تستعد الفنانة سحر رامي لبطولة مسلسل جديد. الله 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 الله، المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله. طب بقول لك ايه، ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانه نهله سلامه؟ اديني انت بس ساعه يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، بسم الله ما شاء الله، ونعم الابن ونعم الوريث. الله يبارك لك، انت لازم تشيل اسم ابوك وتسونه، لازم. مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجيه والفراخ اسمه يتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزربو. ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني. ده شكر قوي يا ابويا، يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤوليه الاسم اللي انا شايله. بسم الله ما شاء الله، انا مخلف عيل اكبر مني وقاره اكتر مني. ربنا يحميك يا ابني، رب هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده، بس بخف شويه يا يوسف ها، عشان خايف عليك من الحسد راحه وجايه في الحاره. ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده ايه ده، وانجليزي وعربي. بقول لك ايه يا يوسف، عارف انا بحلم بايه؟ عايز ارتاح بقى، نفسي ربنا يكرمني فيك وتدخل الجامعه تاخد الدكتوراه، وبعد الدكتوراه هقف معاك لحد ما تاخد الماجستير، وتيجي بقى يا ابني تقف في محل الفراخ بتاع ابوك وترمي كل الدراسه اللي درستها دي على جنب وتفوق للفراخ وتفرفش المحل كده يا يوسف. ان شاء الله يا ابويا. ربنا يديك الطاعه يا ابني، وعايز اطلب منك طلب تاني بقى، بس اوعى تكسفني. مش عايزك يا واد تلعب مع الواد فريد ابن بلانيله ده خالص، هما ستايل واحنا ستايل، خلاص؟ ليه كده بس يا ابويا؟ ده انا بحب الواد ده قوي. لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتحس امري، مهنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك. اسمع كلام ابوك المعلم عباس يا واد. يا ابني يا ابني انا فاهمهم اكتر منك. الواطي واطي لو اشترى ب 1000 جنيه بلاطي. قولها ورايا. الواطي واطي لو اشترى ب 1000 جنيه بلاطي. الواطي واطي ولو اشترى ب 1000 جنيه بلاطي. ربنا يبارك لي فيك يا ابني. ربنا يحفظك، تم كده وشرفني شرفني، عشان مستقبل الفراخ ينطلق الى الامام باذن الله. اعمل لي فيها شريف يا عباس. طب حياه امك لو ورادك معايا. بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق. انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانيه البريئه. ايش شوف مين، ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف؟ لا لا ما ينفعش يا ابويا. بس مش معقول الوقار ده كله يوم يفتح وانا قاعد. معلش الحمد لله فضل ونعم. ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ بابا موجود؟ هو يا حاج اتفضل. هو فين؟ امال بيقول موجود ازاي؟ اهلا وسهلا. ما عملتش حاجه. تعالى ما تخافش، البيت نور. اهلا يا دي الزياره العزيزه. اهلا 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 يا سحر، ايه النور ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. اه ده يوسف، امشي يا فاشل اقرا حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب. يلا قول اعوذ برب الفلق، خش جوه. ما شاء الله ما شاء الله، يوسف كبر وفريد كبر. الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس؟ لا ولا عجزونا ولا حاجه، ربنا يبارك في الذريه كلها. يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب يا سيدي امه السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيرة الوحم. طول ما حامل فيه قاعدة بتتفرج على مسلسل كله رجالة ما فيهوش ست واحدة، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، ما فيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، ما فيش. ونازل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود، ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ أهل الحكمة بقى قالوا لي إن هيطلع فيه وقار إن شاء الله. ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. عم لا تحلقه له ولا حاجه. انا قلت احلقه له، ده في شنب ابني وفرحان بيه. بس بيني وبينك بيني وبينك يعني انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيله له. الواد مش عايش طفولته. والله عايز احرقه له وهو نايم، اشيله له بكماشه. وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيله له كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه، هشوف. عم لا تحلقه له ولا حاجه، يعني ابن عباس الزربيو هيطلع ايه؟ اكيد ذكر وبارم شنبات. والحمد لله اتوحمت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشمع المغربي؟ ايه اللي لمك على السحت يا معلم؟ لا السحت ده حبيبي. اهلا وسهلا. شكلكم كده بحواجبكم المطرطقه اوفر ديت، في حاجه مريبه. خير، هاتوا على بلاطه. قوم البس وتعالى معايا. البس وانا قاعد بالشورت وانا قاعد عريان. الله ما تقول له يا سحر،
شايف لحم مدلدل قدامك، ما انا قاعد مستور اهو زي الفل، ولبسي اشيك لبس اروح فيه في اي حته. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب ايه بتجات هزقني البيت تقول لي قوم البس؟ ما انا قاعد محترم. اخلص اسري الكلام، عايز ايه؟ لا مؤاخذه، عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز. بتخوفني ليه يا عم؟ اللي هنروح للكنز. الراجل ده طبيعي ولا كنز ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز. قوم بقى يقلط على معانا. ايوه بس انا مش عايز تعطل عندي صلاه عيشة. وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت. اديني دقيقه واحده البس هدومي عشان اروح معاك. ثانيه واحده، الناس دي جت ورطتني في حاجه، ربنا يستر. الله عليك يا بلانيله، جبت رجله. مش قلت لك؟ ادخل يا معلم عباس، ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بقالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 لا، ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني فيه عشان الحق صلاه العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه ده؟ ايه المفاجاه الرهيبه دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والازاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخوانا. لا ابدا مفيش حاجه. السحت لقاهم في خرابه، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب؟ ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ جايبين نتفرجني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر أيوة؟ ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. عشان كده انا هنصص معاه. تنصص معاه ده ايه يا بلانيلة؟ وانا فين حقي لا مؤاخذة؟ بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. ها قلت ايه يا معلم عباس؟ كازوز ده حرام يا بلانيلة. حرام؟ طبعا حرام، فحرام مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بكده يبقى سرقناها، حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابة، ولفيت الخرابة حتة حتة فليتها، مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. أسر الكلام، أنا قلت لا يمكن أحط إيدي في كازوز فلوسه حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. إيه الشر ده؟ أنت قلبت شيطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا إنهم ياكلوا من مال كازوزه حرام؟ بالإذن. ما تبقاش غابي يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوسه حرام. بالإذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا عطشان، مفيش اي شويه ميه او شويه من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت؟ مفيش ازازه فاضله لسه؟ افتح الازاز. حاضر حاضر. انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه. يلا افهم افهم. انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص ايوه مشيت وراكم شيطانتكم. اشرب اشرب كمان كمان. استغفر الله العظيم يا رب، ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. وهي تاني تاني تاني، خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله ينور عليك يا بلانيلة. لا حول ولا قوه الا بالله. يا نهار اسود، انت يا يوسف، انت يا يوسف، انت والزفت ده بتعمله كده؟ انت اللي صرفت عليك شقه عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريثي في الفراخ، تعمل البلاوي السودا دي يا يوسف؟ يا عم سيبني في حالي بقى، 12 سنه وانا مش عايش حياتي، حياتي كلها كتب في كتب في كتب. ايوه كنت باهلك عشان تبقى وريثي في الفراخ يا يوسف وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق. انت هذا فريد يا زفت، يلا شيل الحاجات دي لما غور من هنا. يلا اخدهم ازاي يا عم الحاج؟ عم الحاج انا هتصرف. يلا غور من هنا، انا هتصرف. الله يخرب بيتكم وبيت مجيتكم. قوم يا قاعد، قوم، ده متهنح طبعا مش قادر تمشي باللي طاف. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامه بالسلامه. اخس عليك يا يوسف، اخس عليك، ومسكها في ايدك كمان. بقى انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعه والبلاوي دي؟ يوسف عيب. انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشه وشفتك في المنظر ده كانت جرى لها ايه؟ كانت اتململت واتشلت يا يوسف قبل ما تموت.
ده اسمه كلام يا ابني. قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك والله اشرب شويه ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انت ابن الحاج عباس، عباس السيريبيو، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا دي انت فيك ايه؟ خضتني عليك، انت فايق ولا مش فايق؟ فايق؟ طب سمعني صوتك ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فوقت. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى اوعى رجلك دي، ابوك معدي بلاش اللي اتأدب. هات دي بقى، هات. اسمع يا ابني، كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني، اشقى واتعب وذاكر عشان هعيدها لك، تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. هات الكازوزه واطلعيني. هوبا ما الزبوزه والحال عجيبني. قشطه. السلام عليكم يا بلانيله. اهلا اهلا عم عباس. صلي على النبي اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. هعديها لك عشان الحاله اللي انت فيها. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وذرتي وسلالتي. الوريث يا ابني ما حدش يجي جنبه، يا اما هطير فيها الرقاب، فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه، الواد خلاص شدتوه، ابني لا، فاهمني ولا لا يا بلانيله؟ لا ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني، عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض، ويا ريتهم بيعملوا علاقة برضه زيكم، ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجولة، ذكر من يوم. أنا عارف، عشان كده أنتوا عايزين تدمروه، عشان أول طفل يدخل الموسوعة، اتولد بشنب، ده كنز وده ابني ولازم أحافظ عليه، واللي هيقرب له ما يعرفش أنا هعمل فيه إيه، عايزين مني أي حاجة تاني؟ سلام عليكم. سلام عليكم. يا عم أنت لازم تفتخر إن ابنك راجل. طب بقول لك إيه؟ ما تديني بقى عشان عطشان. شوف طلع زي ابني. لا مش مسألة زي ابني بس، مش عارف باجي هنا بعطش ليه، واول ما اجي اخرج اعطش. هو العيال كده. يلا يلا اشرب اشرب اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي انتم ماشيين فيه. اشرب اشرب. اوعى العيال. هات شويه كازوز، هات شويه كازوز. اديله 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 خالص. كازوز كازوز. اديله كازوز يا اتفضل يا معلم. حاجات دي بفلوس. ها امال ايه؟ اول مره كده عشان والوان ايش احمر وايه يعني هتجيب عائد صح؟ ايوه. العائد ده حرام. تتكلم بجد؟ حرام. لو اكلت بيه عيالي تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ عشان حرام. ايوه. بس هي بفلوس شكلها حلوه يا عم. في الاول بس نجر رجلك كده. طب انا اقول لك على حاجه، حرام ليه؟ واحنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده؟ تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان، انتوا جايين دماغكم ليه؟ مش حرام. عبي عبي قول لي بقى عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده حلو ده. الله هاتي الكازوزه. هو ده. خلي بالك شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها ابعتوا له ابعتوا له. وانا مثبت فيها واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف. الله امال حرام ليه؟ حاجه لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص نبقشش بقى على عيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير كتير. طب انا اقول لك على حاجه، احنا عندنا اللون اصفر واحمر، احنا عايزين نتطور شويه نمشيها يعني نستفيد باللي بعته ربنا نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده ندي له حاجه والراضي وخلاص. لكن انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا. يبقى مش حرام يا جدعان، امال انا مثبت في الرجوله ليه؟ اشرب اشرب يا حاج. هو دخل دمك يا حاج انا عارف. خش خش. والله انتوا ناس طيبين، ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. يا دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين ده؟ سيبها سيبها سيبها، مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. صاحبك خفيف. صاحبك رجاله. ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هتقولي على البيت، عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده. انتوا اظبطوها وهاتوها. والعيال مع بعض يا حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك. يا سيدي من النهارده عايشين اكلين شاربين بيتين مع بعض. هو ده احنا شرفنا. بترش عليا في المخزن بتاعك، بترش عليا بيبسي في المخزن. هو ده هزار ولا سكر ولا ايه؟ سكر يا حاج سكر. سكر يا حاج سكر. ايه يا حاج ده يا حاج؟ خلاص بقى بينا ولاد قام. دخل دمك يا حاج. حلوه قوي قوي.
اديها تاني. اديها 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 اديها. ربنا يخدينا بالحلال. ايش يا ابو بس؟ ايش يا ابو بس؟ ايش يا ابو بس؟ السلام عليك السواق وعلى كزوزة كزوز. بيبس يالا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي مش عايزين نقعد نرغي كتير. قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل طيب وما نحترمش. السلام عليكم معلمين. السلام يا معلم. رضا رضا الحمد لله. السلام عليكم. السلام يا سيري بيو. الله يسلمك. السلام يا سيري بيو. كزوزة تشرب يا فالح أربع يا حرام يا ابن المحظوظة مالك على ايه متصربع كزوزة 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 اشرب يا فالح أربع يا حرام يا ابن المحظوظة مالك على ايه متصربع بحسدك اصلا انا الشاي والسحلب أرحم بحسدك أصل أنا مستحرم الشاي والسحلب أرحم تحية لشيح البابوني سلام كبير ومربى كزوزة 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 اشرب يا فالح أربع انا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس ان شاء الله كله هيبقى تمام انا ما بقلقش ما تقلقش مولاي ليه دكتور نفساني يا مولاي ليه ايه دكتور نفساني يا مولاي خليك في شغلك ما تدخلش في اللي مالكش فيه مش عشان اقدم واحد في المعبد اسكت لك ترجع بواب تاني اتفضل امرك يا مولاي ايه الناس اللي بتتحشر دي امر مولاي ايه يا مسمن معت الكلام الفاضي ده انت فضحتني ولا ايه
بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح لدكتور نفساني تعبان شويه، الناس كلها عرفت. ايه السياحه ده؟ مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم مشيهم. يلا يا ابني يلا. من هنا يلا يا حبيبي يلا. 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 انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص. مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربيين حتى في معبد واحد. متربيين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. اتفرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها، واتفضحت انا اوانطا. حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه. بعون الله امك مسيطره. انت يا عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدى حدودك ولا انت بقى؟ انت واقف قدام امي دي الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تعدى حدودك فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انت بقى وانت بتكلمني، انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكه المعبد. اصحى، اتفضل روح دلوقتي لعمك بحبنبوت اللي ورا المعبد. ابنه مات تعيش انت، عزي وقوم بالواجب. لا حول ولا قوه الا بالله. هو سيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين مرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين. ها، ظبطهم كده وفلترهم ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل، سلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عيادة الدكتور فين؟ بسم المعد، بسم المعد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك. فاكرني سعيد. بطليموس الخامس عشر راح، بطليموس الخامس عشر جه، وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه، انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني، اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد. يا دكتور، ايه يا دكتور الجو ده؟ مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوة قوي كل اللي بقوله. طب كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح بعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري، عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه، ما تعرفش ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف. ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه، سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه، هي بلد امك. يا دكتور الطريقة دي، ايه بلد امك دي؟ شتيمة ولا على اساس ان امي ملكة فعلا؟ بالعكس، ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. ابدا يا سيدي، انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد. بس انا مشكلتي الحقيقية يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياة، مش لاقي نفسي. انا مين؟ في زحمة. هتقولي انا بطليموس الخامس عشر، اقولك ايه، في 40 بطليموس في العيلة. خالي بطليموس ال13، جدي بطليموس ال20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال22، جوز خالتي بطليموس ال26. عارف في بطليموس كتير في الموضوع. عارف لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه، بس دربكة زحمة. بصراحة العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى بصراحة الراجل لما بيبقى متجوز ملكة بيبقى مكسور شوية. معلش، انت عارف امي الملكة. يعني فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة. فانا يعني الراجل نعذره حقيقة يعني. وبعدين اللي شاغلني دلوقتي موضوع الاخ ماركا انطوني الواد الصغير ده. كلام مال البلد انه بيرسم على امي وجو كده مش لطيف يعني، عارف؟ مش عارف اعمل ايه. والوالدة موقفها ايه؟ الوالدة ما انت عارف، ست حلوة وصغيرة وملكة، مين يجرؤ يقول لها انت بتعمل ايه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. استغفر الله العظيم.
ايه يا دكتور في ايه؟ انا ما قلتش حاجة. ايه الاداء ده؟ انا بقول في مشاعر نبيلة بينها وبين انطونيو وارد يعني، لكن حسستني ان امي بطالة والعياذ بالله. اذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد مارك انطونيو ده، لانه مش سهل، ممكن يعمل بين ابوك وامك فورتينا. بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ شور عليا، انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينا. خفت يعني اسمه، اقتله، اكري عليه بلطجيه؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدق دلوقتي، قوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر؟ يا عيني، هيطلع معقد نفسيا زي اكيد في توني الرابع عشر كتير في عيلته. لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته. انا انطونيو وانطونيو انا مالي روحينا. شايف امك بتعمل ايه؟ قلبي معاك يا صديق. قشطه، هو اللي بدا المعركه. بص يا جماعه فين، بص يا جماعه فين. ها انطونيوس، ايه اللي حصل لك؟ تسلم ايدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظ وحش قوي، شفت السهم جه فين؟ جه في الكازرولة. بس وشرفك، وشرفك السهم الجاي في ودنه باذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. انا ما احبش حد ينافقني، قول لي انت اقوى رجل في مصر. ولد امك. انا عارفة حركاتك دي، والله ما انا سايباك. سامحيني يا ماما، ارجوك سامحيني، سامحيني. وديني وايماناتي لهنفخك يا بطليموس الكلب. اني بطليموس؟ انا ولا عمي ولا خالي؟ احنا 60 بطليموس لخبطه. اخرس اخرس خالص، اللي انت عملته مع عمك مارك انطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني، والا وشرف امي اعلقك اعلقك. انت عارف بقى امك وقلبتها. اصل هو بصراحة كان واقف معنبر كده في أغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس، اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا لسه ما خلصتش، وبعد كده عايزاك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا. حاضر. لمدة 3 أيام. حاضر. ايه ده، في ملكة تقول وشرف أمي لنفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي أنا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي أوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده، انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده، وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. سن ايوه، الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه. ها، انا في المعبد. ماشي، ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو، تعال يلا. سند اوعى. وانت كمان ما معيش فلوس؟ ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف، هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم، هات لي يا ابني الشاب اللبن بتاعي. ايه ده، ايه الجرأه اللي حصلت في القصر فجاه دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زيي؟ جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني. ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي، مش قادر أتكلم معاها، كل حاجة تقلدني تقلدني. ما علينا. النظام؟ نظام إيه مولاي؟ مش فاهم. نظام إيه، أنت هتستهبل ولا إيه؟ نظام السقسقة. آه، تقصد حضرتك البسكوت. آه، أقصد البسكوت، أنا بقصد البسكوت. مفيش حتة كده سقسق بالشاي؟ أنا آسف يا مولاي، حساب السقسقة تقل قوي. حساب ايه؟ السقسقة.
يعني انا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شويه مش هسقسق؟ مولاي الحاله بقت كربه قوي، الشعب مش عارف يسقسق. انا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فتره ما سقسقتش. ان شاء الله ما سقسقت انت ولا الشعب. انا مالي، انا عايز اسقسق دلوقتي بس كنت شايف لعبه. خلاص قول لهم هنصرف لكم اعانه، اديني بقى خليك جدع اي حاجه. اي حاجه؟ ايوه كده يا حلو يا حلو. فار 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 اعمل حاجه، انت تقف تترش. امال حارس ايه وليد ايه؟ حملك اعصابك. دخل هنا انزل موته. مولاي انا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. ان شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار. انزل، ده انا بترعب منه. بص عليه كويس، اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي حليب، لكن قتل لا. ايه الاوفر ده؟ ايه؟ انا بقول لك اقتل ابوك. خلص ابوس ايدك. مولاي إيه؟ انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم فلان. خرب بيتك، ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا يا مولاي. ايه ده انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو، انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا، فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس بس كده. قشطه. الله يخرب بيت، دي سيره والله انا نفسي معت عليا وما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايه، انت غلبان. اشرب اشرب. مولاي ايه؟ ممكن الكوبايه يبقى فيها السم؟ لا عيب عيب، وانا ابيعك برضه. ما حطيت انت السم انا ركزت في الكوبايه، فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع امسك، ده احنا مربينك في القصر، انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب، مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك اي حاجه. نفسي اسقسق انا ولا هتسقسق؟ انت من جهه هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول لي الشعب عايز يسقسق. بالسلامه يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ اه هو ده هو ده. حاسس بدوغة وايه؟ غممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ اه. طب اشرب قول لي ايه كمان؟ اه ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. استنى انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعت القصر، انتوا اتجننتوا؟ عهده ب60 داهيه. ها قربت؟ مولاي يلا باي باي. مولاي ب60 داهيه. مولاي انزل بقى زهقتني، بتموت في 3 ايام. حلو قوي فكرة شاب ولبن دي، حلو قوي. طب ما انا ممكن اعزم الاخ مارك انطونيو اللي عامل لي فيها وضع امور ده وبيتنطط، اعزمه على كوبايه شاب ولبن. حلو يا نائب كبير الخدم، اعملوا لي يا ابني فنطاش شاب لبن، وهيروح هديه للامير مارك انطونيو. في جنبين مارك لا الباكو مدعين. لا ماما لا ماما لا ماما ماما لا بطليموس بطليموس ابني. ماما لا ماما لا ابني حبيبي. ماما ماما مالك حبيبي؟ كابوس يا امي، كابوس فظيع. خير خير يا حبيبي؟ لا شكله مش خير بصراحه. بص بقى ماما، انا هقولها لك وانت براحتك، ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن، اخرتك شكلها زي الزفت. ايه حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا 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 يا ريت، انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه سوري يعني هيعملوك علبة سجاير. سجاير؟ أوه. ايه يعني سجاير؟ هتسخت يعني؟ لا تسخت ايه، سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجه شبه الجوينت كده، عارفه بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفره بقى ولا ايه، وبيلفوا التبغ قصه كده. المهم ان انت هتتحولي لسجاره. طب ومش كده بس، طب ايه ده، هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف. هات لي يا ابني 4 كليوباترا 3 كليوباترا، ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده. طب طب يا حبيبي اهدى يا حبيبي، بطاطستي اهديكم الله. اهدى يا حبيبي اهدى يا روح ماما اهدى. انا هديت بقالي ساعه بهدى، انا هديت. انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيوس مأثر على نفسيتك شويه، بس معلش يا حبيبي بكره تزهق تتعود تنسي نفسك ولا ايه؟ انا الملكه والمجد ليا من السحاب للتراب، ما تنام وتستغطى بقى. استغطى؟ في ملكه تقول استغطى ومن السحاب للتراب؟ يا نهار اسود. طالما استغطى بقى لو سمحت انزاح شويه عشان عايز اقوم اشطف.
كليوباترا ملكة شطرة بس مالها ليها فترة دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة كليوباترا كليوباترا ملكة شطرة بس مالها ليها فترة دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة كليوباترا قلب خطرة والمصايب نازلة مطرة قلب خطرة والمصايب نازلة مطرة فوق دماغك يا كليوباترا قلب حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدوراها والناس مش لاقيه هموس مرقة أنطونيوس قلب حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدوراها والناس مش لاقيه هموس فيه ايه يا كليوباترا هتطيري وتتنطري نظرة وتبيعي في سمك بطلة على شوقك يا كليوباترا وافتكري مين الغلطان هتضطري وتبقى قطرة ديتها قرص التعب والمصايب نازله مطره فوق دماغك يا كليوباترا يا نعم يصعب علي يا ما تدفع حد يا جعر من ناكلوه عارفين اللي مش هيدفع القتاوي يا بلد فراخ راح عند فريش وبيدي طب مش دافع تعال الواد يا صدري انجر وادفع القتاوي وتتفرج على العفريت لا معيش اتفرج على العفريت والله وطلع لك ريش يا ابن فريخي طب ايه رايك باقي ان الغوله هتبوسك من حانك فرنشي كيس لا الحاجات دي عيب وحرام بس يا واد يا صميضه كفايه فرج على الافلام اسمعوا يا بلد اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفريت غصب عنيها واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه وهتتحرق ارضه وهيتحرق شنبه ويبقى كيف النسويين سامع يا صميده لا مش سامع بس يا ود وخدوا من الخبر ده ما بلاش الخبر ده بس يا عطيه اللي توا من هنا ورايح هتبقى جطاج طاجين ايه الجبروت ده ايه ده وسع يا ويل مندور به وصل حلو قاعد يا ابراهيم الولع خبريه مالكم عاملين زيت وزنبليطه ليه على الفاضي في ايه قلنا لهم اللي توا زادت الطقطقين هاجوا وماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا وماجوا طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا وماجوا ده الطاق مش طاقين عشان خاطركم الطاق 40 طاق ليه؟ ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابة ما حلتناش اللضا ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشة وتموتهم انا ما بكرهش الا اللي زيك الغلابة اللي يقولوا احنا غلابة دول انا مالي ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في ارضي وارض ابويا وجدي ومش كده وبس عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا عندنا ملاهي هلم كل مليم دفعته يا بلد قلت يا صميت
لا انت بتبرجلي يا سميده. ايوه يا سميده بيبرجلي. طب يا سميده انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي. فرجوه. انبسط. قول لناسك واهلك شفت ايه جوه يا سميد. ما قدرش يا تقول شفت ايه جوه. ما قدرش حب على يدك ما دورني. ما قدرش حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا، اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان سميدة وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه، ادخل سميدة. حرام كفاية، حرام كفاية، حرام كفاية، حرام كفاية. مين فيكم مش هيدفع للتاوى؟ لسه باقي 200 وريان وربنا لقول. ومين فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع للتاوى؟ انا مش هدفع للتاوى. يا ساتر يا رب، ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمة دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل، واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغولة والعفاريت. ده انت هتشوف الغولة وام الغولة كمان وببلاش. احنا عنينا رجالة الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغولة. اقف هنا. اوقف هنا؟ اوقف هنا، انا فرجيك الغولة. لا انا اشوف. اوقف، عايز تشوف الغولة؟ ها انا فرجيك الغولة. وريهاني. اهدي. حلوة الغولة؟ اهدي خلاص يا خدور بيه، حاج علي. لا استنى، لسه فيها حتة. انا امي عايزة اهدي، امي عايزة اهدي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع لك تاوى؟ انت مش تدفع حاجة خالص، خلاص اخر حاجة هتدفع حاجة. يا نهار اسود، يا نهار اسود، كفاية. انا من رجالتك يا مندور بيه. استحملني، فاضل اربعة نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفاية كفاية، الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت، نجيبها لك. ملكوش صالح، شوف الولية كتعة فين، خليها تجيبها على المضيفة، خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فين؟ والله ونلت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان، ونفذت وصية ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى يا ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطره. أول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة، وأول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة، وأول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العوافية يا مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني أقول إيه يا رغاية. أنت جاية جاهزة، أحمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بنت دوختيني. وقفوها، وقف وقف يا بنت، وقفي. ايه قولي لي يا وليه، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا
ده فاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض، هيبان. لعبي حواجب الكبت بس، خلاص خلاص مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف احنا برضه ما نغزل بعض، انت خافره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجوره دي مفروده من عند ربنا ولا ضربه بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروده من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمه قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمه انت خابره ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور بيه. ادي الوليه دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم. طلبت مني صبيه حلوه، جبت لك ورده مفتحه ولابسه احمر زي ما انت قلت. حرام عليك، حرام عليك يا مفتر، اعمل ايه من 50 قرش؟ مفيش حاجه يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا منتر بيه. وطلعوا اللسان وقطعوها عشان الغوله بتحب اللسان. حرام عليك يا الله. امري قطعوا دراعتها. يا الظالم قال. تعالي يا بت، تعالي يا بت. ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ها. ايوه ايوه، ودخلت وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعدي لك الغلطه دي. بوسي. كفايه كفايه كفايه، انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه، خلاص خلاص، خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد ده هون، والشر اللي انا بس فيه، كل دي كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص. تلاقيني هايف، أحب الدلع أنا وأحب الحريم. إيه بنت الحلاوة دي؟ ما شاء الله، إيه دي؟ ودي كبيرة حبتين. ده حلق يا مندور بيه. أيوه 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 أيوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت، كبسي ظهري يا بت. كبسي، يخرب بيتك، مال يدك تقيلة ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما أنت يدك حلوة زي الفل أهو. إزيك يا بت يا صبري؟ مالك يا بت في إيه؟ في إيه يا بت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس؟ مين لابس مين؟ حد انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هني دلوك، يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك؟ ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الوليه دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع بره وانتوا التنين تحبوا بعضيكم، انتوا صبرين، وخذوا راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقولي اه يا مندور، تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم ثروت، سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده، يعني بخاف، يعني شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم ثروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي ثروت. تعال هنا. حياتي ان مين جاي ثروت. تعال هنا. انت يا زفتها سوي. اوامرك يا مندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو حلو حلو، الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي، طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد على الزريبه، ما فينا تسيبها لوحدي. امشي امشي، خد هترتاح يا عم ثروت. الزريبه كل زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا. امشي امشي. لا لا خدها انت، خدها انت. امشي امشي، روح يا عم ثروت، روح روح. اسود ده الا للسوده دي، الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلام قولا من رب الرحيم. مين؟
أني ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أني موجود معاك يا عم نمرت السرايا. عايز مني إيه؟ أني حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبني. خلاص تقعد معاي، وأنا زي ما أنت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. أنت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحماية الأول. بجد؟ هتحميني؟ أحميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروخ، وأهم حاجة ما تطلعليش وأنا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي، اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامة أنت، بالسلامة. استبيني. استبيني. الحمد لله، الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير، مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبه، كله خايف، ومفيش حديث في البلد غير على الغوله الغوله الغوله. ايوه مندوره بالذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا دي النمره غلط. اهلا وسهلا بالرداله. خير؟ داخلين مبرقين كده يعني، مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجه. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجه. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجه. هتقول يا زفت الطين. في ايه؟ الإراد كل ماده في النازل. إراد ايه؟ واحنا لسه جمعنا المحصول، انت فين والقصف فين؟ إراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخويا. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الإراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ أما الطوبير اللي أنا شايفها ليل ونهار ديت بيلعبوا المراجيح اللي بيتفرجوا على العفاريت. لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، أديك قلت بعظمة لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ أيوه. أي أمال أنت جاي تقول لي ليه الإيراد بيقل؟ يبقى أنت زي أبوك، وأبوك كان إيه؟ حرامي؟ أيوه أنا نسيتك، أنت ابن زكي. أنت ابن زكي يا ابن الحرامية. وأنا بكهربك؟ ده أنا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين ياض؟ اتعادل وقول لي. مين اللي بيقال لي يا ولد النصابين؟ الإراد. الإراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطية بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه؟ ما تظنش فينا السوق. امال اظن؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحني يا مندور بيه. قول لي الحقيقه، الناس عايزه ايه؟ يا مندور بيه، ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفاريه، عايزين يشوفوا الغولة نتنام فيها. يا دي الأداء الأوفر دي، يشوفوا الغولة نتنام فيها. زاد نفسي هاتلهم غولة. غولة ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنين سوا. ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة زاد نفسي. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي. افردي يديكي وعالبيت. يلا خف مني واخرج على طول. سلامة. هنعمل ايه؟ السهل نجات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة مندور بيه، لو ملاهي الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع، وشرفك لترجع يا عطية واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب، والفلوس هتلعب معانا تاني تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة؟ عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحم. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا مندور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه. واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجملة؟ يعني ايه اللي ليه؟ هو اي كلام؟ هو اي كلام؟ شوفوا الزفت اللي بتجهزوها بقالكم يومين. يا عيسوي
اهو عصوي جاء. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا منظور بيه وبقيت مية مية. صبرين صبرين يا بت، قوم يا عدل انت. اقعد يا بت اقعد. تذكر جاهزة؟ جاهزة. مش عايز دلع في الملاهي ها؟ ايه؟ ايه بتزم في وشي ليه؟ لا دي مش صبرين مش صبرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه لا رخان لا عطيه لا تعال خايف عطيه لا منظور بيه منظور بيه اللي عملناه في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص ما جرب بتزوم ازاي؟ شكلي تشليت. ايه يا منظور بيه؟ تشليت. العصايه وقعت. ما توقع العصايه بقول لك تشليت، بقول لي عصايه. انا خايف الناس. روحوني. من تبيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخلوا تاني. وانت براحتك برطعي براحتك فيه. يعني انتم مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني حملوا ول شلوني حملوا شلوني اجمع الرجال ولا مش هيدفع.
جفنه علم الغرب. سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر سيب خابة كلميرة سيب خابة كلميرة. ازاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وق التوم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وق التوم. إلهي الاثنين فادر جم كامل. ممنونك فادر جم كامل. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيعلي حد عند البيت. تحت أمرك سيب خام. مساء الخير كلميرة. مساء الخير سمحام. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سمحام. فضلي يا فتحية. من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سمحام. نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية. أنا بدي أقولك إني واخد على خطر منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ ازاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزاحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة. آه يا محتالة. آه يا بتاعت جوز ولا فرد. بتضايقيني؟ وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة اني بفكر اصفح عنك. صدقني يا سي محمد غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية انك هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد اصفح عني سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية ان بكد وبكدح في الشغل وساعات كتير بتعور لكن لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة. لا نكلم حد ولا نكلم حد ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده. عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله. والدنيا على كده وكده واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ممدوح حبيبي. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلت لك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قول لي عايز مني إيه وأنا أعملهولك. قلت لك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟
وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مسألة مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا نادية، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا نادية؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمة يعني ايه في السبعينات يا نادية؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيرة وسجاري بهو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا نادية. يعني مثلا بصراحة ما تزعليش، شكلك لسه عايشة في اليشمك والملاية اللف بتاعت زمان. او نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد، اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفة أغنيته بتقول إيه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده هو كده هو. ما أنت عارف يا ممدوح يا حبيبي، أنا ما بسمعش غير أجنبي، البيتلز، ألفيس بريسلي. أنت هتفتي، ما أنا قفشك من يومين بتسمعي أحمد عدوية. أوه نو نو إيه وبتاع إيه؟ بقولك عيشي السبعينات. أنت مش شايفة السوالف قد إيه؟ ده أنا بنهج منها وأنا قاعد في العربية. وبعدين عبقرية السبعينات، بصي بصي حواليكي حاجة أفهمك. شايفة الجزمة دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات؟ دي صبخ رصانة، خلي بالك، مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى، وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادر. يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إيه ده يا بس، يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. الله إيه ده برضو يا قمر تصاحبني على السهر كده؟ يا كيكو، إيه ده وليد اللي معاك؟ قشطة، قول له بقى السهر النهارده صباحي، ها؟ ما يقوليش ساعة ويخلع، أنا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ولا يا ولا، الجواز ده عايز رجاله. قلت يا كوكو، انا نازل مع اصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعه يعني ولا حاجه. تنزل؟ سوري، ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. ايوه قعدت اقول لهم انا نازل نازل، بس قشطه، فاكس تحرقوا تحت في الشمس، انزل ايه وبتاعي. بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشله، انا يعني ان شاء الله هقطع ان شاء الله، ما تحطيش بالك. لانزل قال يا وليد. لا سوري يا معلم، مش هنزل، لا لا لا، ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا لا لا، فاكس بقى يا معلم. قشطه، ما تفوتوش عليا تاني، ها، مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم؟ بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجارة كليفينج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح، سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسة؟ حاسة بحاجة في زورك؟ اشربي حاجة؟ مش عايزة تسافري؟ طب انا سافر. انت في الزفت ده، عايزة اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي، في ايه؟ فين قصة العين السخنة؟ نعم؟ قصه العين السخنه فين؟ اهدي بس، ما نديتهولك، كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي، مبروك يا روحي، مبروك. انا بس المدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما عملش بيديكير، انا ما عملش مانيكير، انا ما عملش شعري، انا حتى قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي، بس ما تنسيش يعني انت مستعجله ليه على العين السخنه؟ مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم الشاليه بتاعها امبارح وانا راح صيفي مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي ليه كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟
ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه، ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربه ولا خلينا النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه، انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح صح صح، سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده، اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ، واحنا اصلا بناكل تيك اواي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا لا لا، ده انا بهزر بهزر يا عبيطه. وفي راجل انا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول لك يا حبيبتي، ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع، انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. يعني ازاي؟ اهدي اهدي، هو هيلم، انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم، اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك، كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني، وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي موزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هم اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي، ده اسمه ايه؟ انا؟ ايوه انا. لا لا مش قادر اصدق والله العظيم، ثلاثه انا بقيت ما ضحكتش من قلبي كده. لا انا ضحكتيني. حاجي كاكا. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقول عليك كوكو بوز. اسمعي كلامي، اسال ده، انت مشهوره. كوكو مبوز كوكو مبوز. اهو قفش. ايه ده بيطول، انت بتطوليه ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار استفراني، عم ابراهيم يا بواب الحق، كوكو بوز هتموتني بوزه. وصبر علي شايلة وشايلها في عيني، دوا ودية دوا ودية.
شايف وشي وبخاف لما بتتمشي عشيني وانت بتتعشي في ايه هدفع كل حاجة. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده. زهقت. ده جايب فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابة ايه؟ كسر واربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي؟ يا سوني ما تتعدي. انسي بقى شغلتك القديمة. ها؟ ولا حنيتي. بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده؟ ده الديلر. اه كان فيلم حلو قوي قوي اه. سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت ولا بتعملوا حاجه. الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه. انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وان اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم. ايه ده يا ابني ايه ده خضتني. سلامتك اهدى. انا دكتور ما تخافش. اهدى ثانيه واحده. حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه بيلق. بقولك ايه مش عايز تهبل وتكلم كويس. في ركبه بتلق فين الحته ده؟ هكتب في التقرير ايه بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه. انا مش فاهم. حاسب ايه يا حبيبي احكي لي ايه الموضوع. انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها. انت كذاب. انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا. احمد السقا في منتهى الرشاقه. كذب مش عايز. انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها ما هو كنت طالع بشخصيتين. مصر. وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبك ماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه تحكي تاني. الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط. كنت اسيب الامتحان. بس كمل انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت. خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه. انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في الثالث اخد السلم كله جري. اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل. بطل كذب. دي خلاص حتى مفيش. وطي صوتك بقى عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش زقزقه في اللي عارفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك. ده السقا جنن الناس. مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه بقى. ده انت صدعتني. انا زهقت. ثانيه واحده. وانت كمان ابعدي عني كده. في عايز اخد نفس. الو يا رانيا. ايوه فوزي مفاجاه. خير؟ اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك. حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص وتعزمني على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. ايه يا سونيا انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب.
يعني اللي في دماغك ده شيليه خلاص. احترم نفسك بقى، اعتبر نفسك شعر مخصوم منك، فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني تمام. اسرع اسرع، مش عايز مرقعه، اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد يا ابراهيم، قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا يلا بسرعه. مساء الخير يا راني. حبيبي سوري اتاخرت عليك، معلش. حلو قوي المكان قوي النهارده، كان الشغل كده في المستشفى موت، وكلهم ضحايا حبيبي كاستي دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما جيش؟ انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده قوي؟ هتشوفيه هتشوفيه. بس على فكره قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هيهزقونا؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي انت مبسوطه؟ هنشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحتي يا فندم، في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ اه. هو سفينه بقى استاذ يا استاذ نصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا، ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فندم. دول اصلا شكلهم مش مهمين، عشان كده ما يعرفوهوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوزي. انت يا ابني ايه يا ابني؟ انت بتتكلم باسلوب احسن من كده. حضرتك تميم. انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس، انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غوم من وش حاجه تقف. امر حضرتك. انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا؟ انت فرحانه دوبلير ايه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل ايه؟ الضوء الضوء وتن. ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق اعرف. اشوفك شوفني ليه؟ ايه البتهريج؟ انت هتمثل هتمثل. مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير؟ ايه ده؟ خير. انت ركبك ركب احمد السقا بالظبط. لا صح صحي انت كمان. لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده، بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان ركبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيها حركه ولا انت بتهرجي؟ وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع، ولا انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش؟ وجبه كشري. انا كل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. يا رانيا انت عارف ان من وانا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما اوريلي في حته تانية امثل ايه يا رانتي مجنونه؟ اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو ابي يترد عليه. هو ايه بسرعه؟ جهزوا على المشهد واحد مسلسل البيجامه الحمراء ايراكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح، والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه؟ اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي هحبك. شكلي امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه البواخر؟ ما تكلمني عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع احمد. ايه ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني؟ لما بقيت شبه احمد السقا خلي بالك من كلامك. ها في احساس؟ هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعبر؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك وطي صوتك، اوعي تعملي كده. وانا غلطان ان انا جيت معاكي اصلا. مش هرد عليك دلوقتي. ودلوقتي تقدري ترد. بس 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 يلا 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 بينا. اعمل ده في البيت. يلا يلا يلا. يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل اتكلم بالطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيي. طب جاهزين يا بيت اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتك كلكم. اتفضل. يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملتش. احسن ماشي ماشي. انت ماسكني ليه؟ يلا حضرتك اتكلم كويس. لا اتكلم مع دكتور. طب ماشي. لا لا وايدك ايدك. لا 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 معلش ايدك ما تمدش ايدك عليا لو سمحت. اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا سقط بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس.
ده هيعمل مكان استاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ أيوة انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي، انا فعلا دي مش شغلتي وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم، ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم، موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا متوقع ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انا اعتذر وما اعطلكوش. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده، مش معقوله كده. حضر المشهد بتاع الذبح. حضر يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده عرفك، مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ويس. ما كانتش؟ لا ما كانتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش، ممكن اعرف المشهد؟ لا ده مشهد هتتذبحي فيه بس. هتتذبحي. انا موافق. لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه، هتمثلي في مسلسل بجمال حمرا مع النجم اللي بتحبيه احمد السقا. يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري؟ انت بتهزر. و40 جنيه. بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تاكد ان هي هتبقى شايفه عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بصي اللي هيضحوكي، بصي اطفال ابرياء. يا لهوي الخطوبه. افسخيها في داهيه، انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه اصل شربتي طول الليل والنهار احمد الساقه. اشربي بقى، اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي ملابس. مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا يعني انت خلي استاذ احمد الساقه ينفع. جهزوها للمشهد. هو ما عرفتيش فوزي؟ انت مربطتيني. هي مشيت يا فندم، ده بيني وبينك بقى، لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا ما تخافش، احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله، واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حضرتك بتجيب الناس دي منين؟ ايه يا رامي، كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هو ايه الدم يا حبيبي؟ ايوه دم بتاع السينما يا فاكره. بجد حضرتك مخوفه زياده، ما تخافيش. دم دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا، الممثله قدامكم هتمسكوها تذبحوها. تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى، انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله، اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السقا. يلا اجمدي، ما تخافيش بقى، خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترم. يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن. هايل يا نورو. برافو. يا نهار اسود، كنت بهوب بقى. البوليس تبعوا خطفتي. اتذبحت. ايه يا هبله، قومي جرتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجاري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعبه الكشري؟ انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش. فاكر. وزي ما نطت العماره جت على خير، انا مستعد لنطه الشلال. حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده، رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم، رجالتي ما فيش جبس. ها رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب، بس بجربها. وحش يا استاذ احمد. الله. استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي يا حبيبي. يا الله، لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. ثابت وثابت انا وفخور بدبابيري، نبطش طول السنة وحشني يا سريري. ظابط وثابت أنا وفخور بدبابيري، نبطش طول السنة وحشني يا سريري. بثبت النشال والقاتل القتال،
وبسد في البلطجة والخطف والتهريب وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب والمجرمين تمن دول تحت تأثيري بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب والمجرمين تمن دول تحت تأثيري ثابت وثابت أنا وفخور بدبابيري نبطش طول السنة وحشني يا سيريري ثابت وثابت أنا وفخور بدبابيري نبطش طول السنة وحشني يا سيريري فوق الجبل وبترمي في النار نار ده بجد لا مش هبل علشان كده مغوار بنط فوق الجبل وبترمي في النار نار ده بجد لا مش هبل عشان كده أنا مغوار لأجل القانون أعمل مجنون واتحدى أي حرامي في الكون اديني مزد على التليفون تلاقين أنا وغيري عصم لي للميري دون سلامة سردينا رئيس المنظمة وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتساندني صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها جدول الأعمال هيقرا عليكم ماي بادي جارد ماي رايت آرم دراعي اليمين مستر متولي أدريانو جوميز فليتبطل مبدئياً بعتذر عن التأخير اللي كنت برجع برا أوفر فسامحوني وأحب قبل ما أبدأ أقول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم الرجل الأول في الإرهاب والدم مستر سلامة سردينة أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم السادة الأفاضل من الشبيحة السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم الذين لا يعرفون طعم الرحمة الذين يعشقون القتل والقتلة بوجه لهم كلامي أي حد طيب ما يسمعش خطاب النهاردة كل الأشرار في العالم هم أخواتي وإخوات الرجل الطيب ده هقول لكم القرارات
اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح. القرارات كلها في مصلحتكم، وهي كالتالي: أولا، تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده ليجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا بره القانون. كل ده حسب اتفاقيات التبادل المخدراتي والسلاحي، زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عاشوره للعمرانية ايجيب. عايز اقول حاجة، احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاك جديد يورونا يعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضادة. ايوه العرس العضادة، العرس العضادة. يوروني بقى، سوري انا ازعجتك. يوروني بقى، يوروني يمسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمة الاسبوع اللي جاي عملية اغتصاب جماعي لكل معارضين مستر سردينا. انت راجل ابن حلال مضربش. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبة السعيدة دي والاحتفال ده بنجاح الصفقة، اسمحوا لي اني اشكر مسز ماتيلدا سردينا، زوجة العم، رفيقة الدرب، سعد الهنا عليا، اللي عمري ما حنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالامن والامان. انا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص ايه ده؟ فاهم في الشارع اللي ورانا. حاسس. متولي سيدي، انا مصر اني سمعت صوت رصاص. رصاص ايه الوهم ده؟ انت لابس قميص ضيق، الزراير ابتدت تفرقع مش اكتر. حكمه دي يا معلم. يا متولي انت متاكد؟ طبعا. لا اوعى تعملها، اوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي واستاذي، انت المحافظ بالنسبه لي، اتعب في الحياه من غيرك. متولي تامرني. وصيتي الاخيره ليك انك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك الى الابد يا سيدي. حبيبي وداعا يا زوجتي العزيزه. نهار اسود، مات. هنعمل ايه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا. كويس ان غرف 60 داهية. انا كنت معجب بيك من زمان، بس ما كنتش عايز اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامة سردينة، البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود. اطفال. اوكي. يلا بينا. استاذ الصحفيين، لو سمحت اقفوا جنب بعض، كل ده ممنوع من النشر، فهضطر اصفيكم. كلنا صبيان المعلم سردينا، وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه،
لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي وانا عايز اكافئهم، انت وانت. صح؟ صح يا معلم. اهم حاجة ايه؟ الاخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي سردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل أن يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وذاع صيته في العالم كله وأصبح على رأس قوائم الإرهابيين الخطرين والمطلوبين. انت يا غبي يا غبي، قلت لك 100 مرة الرصاص يتحط في التلاجة بدل ما يفرقع في وشنا، ايه الغباوة دي يا ابني؟ ما بيت انت شكلك غبي يا له. نورة حتة، قوليلي سعيدة معايا أكتر ولا كنت سعيدة مع سردينة؟ معاك أنت أكتر يا حياتي. شكلك منافقة. شايفة الواد رومي أحسن واحد يشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي، قرب ارفع لي إيدك يا رومي. حرامي وخاين ابن خاين. متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنة وانت طيبة في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفتي ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي. ما انت شايفة بهب بايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي. سبحان الله. طب قولي كي حركة رجلك معايا كده، حركي بالرمل. لا خلاص هي كسبانة. سان دييغو جين سلامة، وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجة؟ بقولك ايه، في رجلين من رجالتي هيقولك دلوقتي هيخبطوا عليك بعد الثانية واحدة. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعتلي دماغتهم خونة. يلا باي باي يا اوديو. عملت ايه يا واد في الوليه اللي اتقطعت نصين؟ كله تمام يا بص. مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا سردينا، بنت سردينا. انت بنت المعلم سردينا؟ اوعي تكوني بنت ماتيلدا. لا، بنت واحده تانيه. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي حبيبتي عند عمك، شايف المعلم سايب لنا صبايا حلوين ازاي. لف يا حلوه، لف لف، حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقه عرف. يلا نعمل ايه؟ يلا نجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي معلمي. طول عمرك اصيل يا بص. يا ابني لحمنا، هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا، انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيب لي في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عينيا. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينا. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. يا اوديو قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم ولا تجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو، خليك مكانك. ولا بقول لك ايه ده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. انت مين؟ انا اخت المعلم سردينا. مين؟
اخت المعلم سردينة. تعال تعال تعال. الله يطلع المعلم سردينة. وما جايب المعلم سردينة. مساء الخير يا حلوة. مساء النور. تغنداري تغنداري ما شاء الله. انا اول مرة اعرف المعلم سردينة الله يرحمه دي اخت بالحلاوة دي. لا ده من زمان. وأموريني يلزم خدمة. غلبانة وتعبانة ومش لاقي حتة تقويني. ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا. والله يعني انا كان عندي استعداد بس مش للدرجة دي. بصراحة مش للدرجة دي. سنتيجو. ايوة. حلال استنى انا هكافيك. تعال سنتيجو. تعال شوف القمر. مين دي؟ ده اخو المعلم سردينة كان بيخبيه عننا. حضر ورقة عرفة يا حبيبي ومبروك عليك. لا. شيل. افرح افرح يا عروسة. راح 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 سيدة الأقمار السوداء. نعم نعم. سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا أمي. يحنن يحنن. روح حتة تانية. لا يا حبيبي أنت مش عارفني ولا إيه؟ شو واخد بالي مين؟ أنا أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا زارتنا البركة أم المعلم سردينة. عمي وتجراسي وأموريني. ربنا يخليك يا ابني. والله أنا بس كنت مزنوقة كده في حاجة يعني. خلاص خلاص. ده الليلة السودة دي سانتياغو. عيني. ده إيه يا رب الوقع اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي هتجوز أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا نورتينا. خدها من خلقتي بقى. دي ختمت قفلة منيلة بستين نيلة. يا رب ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفي. سانتياغو. ايوه. دور لي وشها دور لي وشها. سامحني بقى يا معلم سردينة. كله الا كده. مش هقدر مش هقدر. تقيل ومافيا وعايش عافية ولا عندي رحمة ولا دم. ولاد متولي. أنا من ولاد متولي. ولاد متولي. أنا من ولاد متولي. مجدع ومن كمان دينجي وانصام من صام في الحريم صام. بفتخر وبقول من عيلة كبيرة مامتي طنطني فيه. انا تاجر سلاح. بفتخر وبقول من عيلة كبيرة مامتي طنطني فيه. والله انا بعمل مش بتاع بعبع.